يا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله دائما وابدا نستعين هكذا ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات الجعدان متابعي الكرام لسن الحقائق سن المفاجآت سن المتعة والإثارة مشاهدين العزاء متابعينا الكرام مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى إلى أيضا شعار بلغرين من يتقدم على الصدارة الأولى يقدم لنا هناك مكرم الخزاع بن محمد بلجرين العامري بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظة الوصول متابعي كرام من راهي بسعيد بن سالم القيلاني يقدم ايضا شعاره مع المركز الثاني حيث الدخول حيث الدخول على ثالث الاسماء مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام الواعي لمحمد بن محسن بالشرقي العفاري يقدم ايضا شعاره مع المركز الثالث بينما الدخول والوصول في هذه اللحظات من الباز لصالح بن حمد بن العامري مقدم لنا هذا الشعار بينما المركز الرابع الوصول او الخامس في هذه اللحظه هناك ايضا الرعب لسهيل بن متعب سهيل العامري يقدم لنا الرعب مع المركز الخامس بينما التسلل في هذه اللحظه هناك شعار بن حلوس يقدم لنا الكايد عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري بينما الوصول على سابع الاسماء الوصول في هذه اللحظات ايضا من لاحق لسالم بن سعيد بن ناصر بن حريك البنهالي الذي قدم لنا مذهلة في الشوط الاول يقدم لنا ايضا لاحق في هذا الشوط بهذا الاداء الرائع والجميل بينما الوصول في هذه اللحظة مشاهدين العزاء من هناك من معارض السليم بن مسلب بن قزول العامري على ثامن الاسماء وتاسع الاسماء يصل في هذه اللحظات هناك نهاب لحمد بن بخيت بن نوبي العامري وعاشر الاسماء يصل في هذه اللحظات مبلش لاحمد بن نصيب الويع العامري هذه النتيجه للعشره الاسماء للعشرة العشرة الأسماء المتقدمة هلولا لنا عودة إلى الصدارة هلولا لنا عودة إلى مقدمة الشوط متابعينا الكرام مشاهدينا آل أعزاء في هذه اللحظات راهي لسلطان بسعيد بن سالم القيلاني من يقدم لنا راهي بينما هناك الوصول من الكايد لعبد الله بن عبيد بحل أزمة ذبان العامري يصل يصل في هذه اللحظات مقدما لنا هناك الكايد بينما المركز الثالث المركز الثالث مكرر من الخزاع بن محمد بلقرين بن العامري بينما هناك الوصول القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام شعار بن قنزول وهنا ايضا شعار ايضا بن يقدم لنا ايضا الباز صالح بن حمد بن العامري تصل الاسماء هناك شعار بن خيره يصل في هذه اللحظات مقدما لنا هذه الانطلاقة الرائعة ومقدما لنا مخلاب لعلي بن سهيل بن خير بن عيضة آل عفاري ما شاء الله يتقدم في هذه اللحظات ولكن بن حلوس هناك على الصدارة الأولى يتقدم بهذا الأداء الرائع ويتقدم بهذا الأداء الرائع والجميل والعصاف في الأداءات لا زالت تلقائية حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة والأسماء خطيرة خطورة قادمة في هذه اللحظات أيضا من الباز بدأ يتحرك الباز بدأ يتحرك الباز بدأ يتحرك صالح بن حمد بشليويح العامري وأرى الوصول من رقم واحد مبلش مبلش ما شاء الله أبلشهم مبلش أبلشهم مبلش مع اللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الرحمن أحمد بن نصيب بالويع العامري ما شاء الله يطير بناموس هذا الشوط الاول يطير بناموس هذا الشوط الاول يصل في اللحظات الاخيره يمر مرور الكرام الى مقدمه الشوط الى الصداره الاولى هنا متابعينا الكرام مبلش 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 ما شاء الله تبارك الرحمن سلام مبلش سلام سلام بالويع سلام احمد بن نصيب بالويع العامري هنا متابعينا الكرام من قدم لنا مبلش بالاداء الرائع بالاداء بالاداء الاكثر من رائع بينما المركز الثاني الوصول متابعينا الكرام من الباز صالح بن حمد بن العامري بينما ثالث الاسماء المركز الثالث شعار بن خير علي بسهيل بن خير بن عيض العفاري بينما المركز الرابع المركز الرابع الكايد لعبد الله بن عبيد بحروف العامري خامسا المركز الخامس هناك راهي لسلطان بسعيد بن سالم القيلاني اذا تهانينا مشاهدينا العزاء متابعينا الكرام لمالك مبلش احمد بن نصيب بالويع العامري من قدم الاداء الرائع والجميل تهانينا والناموس التوقيت الزمني اربع دقائق 35 ثانيه واحد وتسعون ايضا جزءا من الثانيه تهانينا والناموس